السلام عليكم، تحياتي لجميع المتابعين والمشاهدين والمولوعين بتربية الطيور. على بركة الله، اليوم سنتكلم حول طريقة كيفية إطعام فراخ الكناري، فأتمنى من الجميع أن يتابعوا هذا الفيديو ويشتركوا في قناتي ليصل الجديد إن شاء الله. إذا على بركة الله، كما تشاهدون أنا أقدم لفراخ الكناري البيض، بيض مسلوق كما تشاهدون. هذه البيضة يتم تقشيرها كاملا وتضعها في إناء مثل هذا، وبعد تقوم برفس البيض على هذه الطريقة بالإبرة أو بشيء آخر إن كنت تريد، فقط تقوم بهذه الطريقة والبيض سيدخل داخل الإبرة بطريقة سهلة هكذا. يعني البيض يدخل داخل الإبرة هكذا، وتقوم مرة ثانية بإخراجه من داخل الإبرة حتى يصبح لين ومطحون، يعني يصبح رطب كثيرا هكذا. تابعوا معنا إخواني كيف سأقدم لهم هذه الوجبة هكذا. الآن سأذهب لجلب الفراخ، فتابعوا معنا بعد قليل. أحبائي الكرام، أظن أن الصورة واضحة. بسم الله ما شاء الله. ثم تقوم بإزالة هذا البيض من المنقار، you
إذن أحبائي أعزائي، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وكذلك أطلب من المشاهدين الكرام أن يشتركوا في قناتي تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة واللايكات والتعليقات. ونصيحة، يجب تنظيف العش من جميع الطعام المتبقي داخل العش، كذلك البراز، لا يجب ترك أي براز أو طعام داخل العش لكي لا يكون هناك فاس ويكون العش سليم نظيف. فرجة ممتعة لجميع المشاهدين. إلى هنا ستنتهي هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.